Hello everyone. Today I'm going to speak about this lecture concerning the first stage of psychology of basic education, Soma University. مرحبا شباب، اليوم نتحدث على قسم معلم الصفوف الأولى، المرحلة الأولى جامعة سومر. قسم معلم الصفوف الأولى جامعة سومر كلية التربية الأساسية. طبعا الموضوع اليوم يختلف. موضوعنا اليوم راح نتحدث على الأسئلة، طبيعة الأسئلة شلون تجي بالامتحان، كنماذج أنا سويتها حتى تتدربون عليها قبل فوات الأوان، واحتمال الأسبوع القادم أسوي لكم عليها كويز. بالنسبة للامتحان راح يكون اللي هو إلكتروني. مثلا على سبيل المثال جبنا لكم هذه التمرين، الإجابة تكون بترو أو فولس، أو مثلا تي أو اف، صح أو خطأ. أوكي، إذا كانت صحيحة فقط تكتب ترو، وإذا كانت خاطئة تكتب فولس اللي هي خاطئة. نعم، مثلا عندنا هي إز رينينج دوغز أند كاتس، يعني لازم أشوف الترجمة مالتها. هو منو تمطر قطط وكلاب؟ هو يمطر قطط وكلاب. هي من تمطر؟ هي السماء. إذن شنو إت هنا لازم يصير؟ بالنسبة هذا مصطلح إيديوم بالإنجليزي، dogs and cats يعني معناته تمطر بغزارة، يعني مو معناته تمطر كلاب وقطط. أوكي، تمطر بغزارة، فإذا هذه خاطئة. ليش خاطئة؟ لأنه السماء تمطر وليس الشخص المذكر يمطر. أوكي، فلازم تعرف المعنى. Number two, the cafe opens at 7:30 in the morning. The cafe opens at 7:30 in the morning. يعني المقهى، يفتح المقهى أو تفتح المقهى في الساعة والنصف، السبعة والنصف كل صباح مثلا على سبيل المثال. هنا شنو صح له خطأ؟ صحيحة ما بها أي إشكال. كافي، أوكي، الفاعل هذا الفعل طبعا منتهي بأس الشخص الثالث في حالة زمن المضارع البسيط، in the morning في الصباح. إذا تكتب true، هنا not false، هنا true. I doesn't go away very often، شنو إجابتك؟ صحيح إنه يقول I doesn't، لو يقول I don't. كنت درست بالنسبة للصف السادس الإعدادي أكيد تعرفون I don't go away very often. طبعا هنا استخسر I don't مو I doesn't. أوكي، شوفوا هاي، هنا لازم يصير I don't وليس doesn't. ال doesn't تجوا من الوي الهي والشي وليس. I don't go away very often، إذن هاي شنو؟ false، خاطئة. عندك النقطة الرابعة، rice doesn't grow in a cold climate. الرز لا ينمو في المناخات أو في الأجواء الباردة. صحيح أو خطأ؟ صحيح. أوكي، ما بيها إشكال. إذن true. What does this word mean? What does this word mean? Mean وليس means. أوكي، لأن عندنا does هنا. إذن هاي شنو صح لو خطأ؟ I false، خاطئة. حول اللي بعدها، I often goes to the doctor. I often goes، هاي الأس الشخص الثالث يصير ويا ال I، لا خطأ. إذن شو يصير؟ يقول I often go to the doctor without ES. إذن هاي خطأ، أنا غالبا أذهب إلى دكتور. اوكي، للدكتور. نمبر 7، nurses جمع looks after patients، صح ولا خطا؟ هاي خاطئ. ليش؟ nurses جمع، اذا هنا الفعل الموجود عندك لازم اذا كانت هاي جمع ما يحتوي على الاس الشخص الثالث للمفرد، هاي ايش يصير بدون الاس؟ nurses look after patients.
اوكي اذا صح ولا خطا؟ فولس، هاي خطا. تاينا سبيكس جيرمان فيري ويل، تاينا سبيكس جيرمان فيري ويل ترو، صحيح ما بيها مشكله. تاينا يتحدث اللغه الالمانيه بصوره جيده. I don't often drink coffee. أنا غالباً لا أشرب الكافي. أوكي؟ إذن هاي صحيحة هم أكشكال. My parents lives. طبعاً شون يعني هنا والدي جمع. Lives لازم إذا كانت جمع هاي بدون أس الشخص الثالث. أوكي؟ إذن الجملة شنو؟ خاطئة. بش يصير؟ My parents المفروض live in the very a very small flat. والدي يعيشون في شقة صغيرة جدا. فهنا خاطئ. إذا نكتب شنو؟ false، اللي هي هاي false، خطأ. ممكن بالامتحان الإلكتروني إنه تكتب false، okay، أو true، أو F أو T، okay. عندنا صيغة ثانية. Choose the right choice. اختار الاختيار الصحيح. اوكي مثلا عندك رقم واحد. I get up. اوكي استخدم at، لو on، لو in. طبعا مع الساعات، مع التوقيتات، مع الزمن نستخدم شنو؟ نستخدم الات، خليها قاعدة. مع الساعة at. اوكي إذن هنا شو استخدم؟ I get up at 6 o'clock at 6 o'clock in the morning. My parents oh sorry my English class starts at طبعا وقت at 9 a.m. بما أنه بأدنى وقت كل شوفون الأوقات الموجودة استخدم إياها شنو؟ at هسه الأولى والثانية والثالثة. أوكي بما أنه بأدنى وقت نستخدم إياها at. clear؟ واضح؟ إن شاء الله واضح. وقت شفت أخلي أت. Number four. I will return the book to the library on Monday. طبعا أنا سوف أسترجع أو أرجع اللي هي رقم أربعة الكتاب إلى library المكتبة شو وقت؟ On Monday. Monday اللي هو يوم الاثنين. نستخدم مي الأيام مع الأشهر نستخدم on. أوكي خليها قاعدة. on نستخدم مع الأيام مع الأشهر. on Monday. on Tuesday. أوكي واضح. نتحول النقطة اللي بعدها. Claudia and Tom get married on Tuesday or on Thursday the 13th. طبعا بما انه عندنا يوم هنا نستخدم الـ on. اوكي Sunday Monday on تستخدم ايام الاسبوع. My mother was born طبعا في اذا كانت سنوات نستخدم in. والدتي قد ولدت في سنة 1947 إذن أستخدم in. My mother was born in 1947. Number 7. The river near my house is dry summer. بما أنه عندنا أحد الفصول الأربعة عندك summer اللي هو فصل الصيف، winter الشتاء، spring الربيع، autumn الخريف، أو ممكن الأمريكان يسموه fall أهم بمعنى الخريف. نستخدم مياه إن اللي هي تستخدم مع الفصول الأربعة. أوكي لأن اختيار إن. Number 8. The cathedral next door was built the 17th century. يعني بمعنى الكنيسة الكاتدرائية مقابل هذا الباب قد بنيت في سنة في القرن السابع عشر ما قبل الميلاد. يعني هنا أو هنا نستخدم إن. ليش؟ لأن عندنا هنا توقيت موجود في السابع عشر
ما قبل الميلاد. اوكي تحول نمبر 9 اي فراغ فيستينج. طبعا هذا نشوفت فيستينج بمعنى زمن مضارع. شو عرفت مضارع من تمورو؟ اوكي مضارع مستمر عرفته مستمر من الing. اذا لازم نستخدم له شنو فعل اللي هو is ما يصير ويا ال i. اذا ال am يصير وياها ترهم. بالنسبة ل r ما يصير. ليش ال r؟ لانه جمع. اذا يصير هنا am visiting my sister tomorrow. انا سازور اخواتي اوكي غدا. نمبر 10 we are flying to Dubai next week. احنا نلفظها دبي بس في الانجليزي تلفظ دبي. اوكي بما انه عندنا هنا جمع we نستخدم we are flying to Dubai next week. بما انه عندنا next week لازم نستخدم وياها ال r. وهنا عندنا ing زمن المضارع المستمر. اوكي استخدم R. نتحول للتمرين اللي بعده. أيضا choose the correct choice. اختار الإجابة الصحيحة. هاي تمورا عندنا هنا وهنا ING. إذا وعندنا الفاعل هنا الوي. لازم نستخدم لشنو فعل يطابق الفاعل من ناحية الجمع أو المفرد. أوكي إذا نستخدم R بما أنه عندنا تمورا وأيضا عندنا جمع. أوكي we are meeting again tomorrow. سنتقابل غدا مرة أخرى. أوكي هدك yesterday هنا ماضي. إذا لازم هنا شنو عندنا فعل ماضي. I a movie yesterday. movie فيلم البارح. شاهدت إذا نستخدم saw. أوكي I saw a movie yesterday. هنا yesterday كذلك بمعنى أمس أو البارحة. بهنا في وفي صيغة ماضي. أوكي don't with doesn't تستخدم مع المضارع. إذا didn't اللي هي تجي هنا تكون تمثل الماضي في حالة المنفي. I didn't see a play yesterday. أنا لم أشاهد. طبعا play هنا تجي بمعنى مسرحية وليس يلعب. لم أشاهد المسرحية البارح. last year ماضي. I chose Thailand. traveling. أنا طبعا هنا ماضي بما أنه لازم فعل يحتوي على إيدي. قياسي هنا travel أجيبها خليها. last year number 5 I طبعا ماضي لازم أشوف فعل ماضي. last year فرا a new car. bought a new car. السنة الماضية اشتريته سيارة جديدة. number 6 هذا سؤال عندنا last night لازم نستخدمه في صيغة الماضي البسيط. الماضيات نستخدم do or does. المضارع do or does. It did. Okay. فأقول did you have a slight nice night? Okay. Did you have a slight dinner last night? إذا استخدم did. ليش؟ لأنه عندنا last night. last بمعنى الماضي. ما يصير تستخدم do ولا does. do does تستخدم مع صيغة المضارع البسيط. number 7 أيضا ماضي عندك last week. يحتاج لك فعل يحتوي على ID. ماجد براز his car last week. إذا washed. غسل ماجد سيارته في الأسبوع الماضي. إذا washed وليس washing. ولا واشين كذلك. اوكي نمبر 8 she didn't for her shopping yesterday. هي لا go or goes or going. go ليش لان هنا فعل فعل رئيسي او فعل مساعد ويجي لازم وراء فعل رئيسي خالي من الاضافه فصير go. She said she didn't go shopping yesterday. بما أنه ماضي. Go. Okay. You are working hard today. You are working today. لأنه في صيغة المضارع. You are working today. ما يصير you is.
Well, I was, okay. The company I work for, الشركة التي أنا أعمل فيها, isn't low, aren't low, weren't. طبعاً هنا كم شركة عندنا نشتغل بيها؟ واحدة. إذن أقول isn't. The company I work for isn't doing so well this year. لم تعمل بصورة جيدة في هذه السنة. Okay. إن شاء الله درس ممتع وإن شاء الله استفاديت الطلاب الأعزاء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد. وحضروا أنفسكم الأسبوع القادم إن شاء الله على جوجل كلاس روم، امتحانكم امتحان الآخر.